لا طيب ازاي؟ بما اننا بنتكلم عن الميداليات وعن مشوار طويل لجيانا فاروق، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. حفرت اسمها بأحرف من الذهب والماس في سجلات التألق والمجد في لعبة الكاراتيه بعدما حطمت الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر. هي اسم يعرفه الجميع في مصر، ولم لا، وقد رفعت العلم المصري عاليا في سماء طوكيو، وتحديدا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في اليابان بعد أن توجت بالميدالية البرونزية بعدما أدرجت لعبة الكاراتيه لأول مرة في الأولمبياد. هي النجمة الأهلوية جيانا فاروق. بدأت جيانا رحلتها مع الكاراتيه في عمر 6 سنوات داخل جدران النادي الأهلي بالصدفة. كانت تتدرب في السباحة وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتيه. استهلت مشوارها في كوميتيه كاراتيه تحت 10 سنوات مع النادي الأهلي، ونجحت في الفوز بالمركز الأول على مستوى القاهرة وعلى مستوى الجمهورية، كما حصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كيلو جرام كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا عام 2014. فازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كيلو جرام كوميتيه للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016. توجت بالميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015 وألعاب التضامن الإسلامية بإندونيسيا وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيا عام 2013. وهذا قليل من كثير، خاصة وأن جيانا تربت داخل جدران القلعة الحمراء على المبدأ المعروف، وهو التتويج بكافة البطولات مهما كانت صعوبة الأمر. We'll be right back.